حضرتك مع المنتخب عصام مروان سامحني ماهيش كبيرة برشا. البريود اللي مشيت فيها ليتوال كانت كانوا عيطوا لي ثلاثة مرات المنتخب. في ثلاثة مرات ما حبوش يسيبوني للدار نتاع النجم الرياضي الصحيح اللي مشيت منهم مرة من الشهر. علاش ما حبوا يسيبوك؟ ما نعرفش هكاك. عملوا لي الفيزا نتاعي وقتها ماشيين وقتها هما تونس وقتها تلعب في جابون. كانوا عملوا لي التأشيرة نتاعي ويكلموا فيا وكلموني وقالوا لي راهو الإدارة نتاعك ما حبش تخليك تمشي. شنو كان أنت معناها؟ فما ما نعرفش أنا وقت ثلاثة جوارات. ليتوال كان فيها البدوي اللي وقتها في المنتخب كان ما نتذكرش هكاك أما نتذكر أنا وقتها فما زوز من الناس برك ولا أنا وواحد آخر. ما حبوش يسيبوك أنت وواحد ما حبوش يسيبونا. أنت وش هو شكون الآخر؟ والله نسيت. أما اللي تو الفيزا ما زالت عندي نتاع الجابون. إي ما سألتش علاش؟ ما فهمتش. إي سألت وما سألتش؟ ما سألتش. وممكن وصلت لي حكايه اخرى ما كاو فيها الحكايه. اي شنو الحكايه وصلت؟ ما حبوش نمشي حبونيش نمشي المنتخب. مسؤولين في ايطوال ما حبونيش نمشي المنتخب. نفس المسؤول اللي حكيت عليه زي الجزيري. مسؤولين اللي في ايطوال. زي الجزيري. ما نعرفش والله لا نعرف هكاك. انت كنت عندك وقت البريود هذيك انا وياه مع تمرين بديك قلت للناس الكل كانت مانيجر نتاعها كان زي الجزيري. ما فهمتش انا قلت لك ليكيب ناسيونال وحبيت نمشي وحرست لهم قلت لهم خليني فرصه هذه باش وقتها باش يلعبوا كونتر ليكيب نتاع بوسكيتس هذيك ولا شنو كاتالوني ولا شنو منتخب كاتالوني صحيت ولعبوا في كونتر بلجيكا بلجيكا صحيت هذيك انا وقتها لعبوا مع بلجيكا وكوريا نتذكر ولا معناتها تحرمت معناتها تحرمت ثلاثه استاجات بالليكيب ناسيونال واخر مره كزيد اللي عيطوا لي فيه في الشان ما حبوش عيطوا لي من بعد مشيت سافرت للمغرب ورجعت بلاصه حمزه الاحمر مشيت لا ما مشيتش بلاصه حمزه الاحمر كلمني كاسبر جاك وقتها في التليفون قال لي ما تعمل حتى شيء راني باش نعاود لك معناتها فما بروبليم اخي انا معناتها كيما نقولوا خذيت ادراكي في المعلومه مشيت سافرت طلعت للمغرب من المغرب يكلموني وقتها حسين جناح يقول لي توا تهبط لك بلاصه الناس حاجه بيك مشيت معاهم للشان وهبطت كورت الماتشات الكل معناتها فهمت فما تعرقير راه فما تعرقير ما تحبش تقول لنا عليه ما نحبش ما نعرفش والله إيه ما ممكن خاطر تقول لي ما نعرفش ما نسمعها ما تقول لي ما نحبش نقول هذه نسمع ممكن خاطر تعديت بريود نجحت فيها نقول لك ليها وطلع بها برشا هذا خويا خلينا نعاودوا اي علاش ما نعرفش والله الاسبوع والله ليش ما نعرفش قول ما نحبش نقول هذه خاطر انا جيت بريود في الايطوال بالرسمي واحد معناتها عطا من عنده بالكدا وعبيت حبته يا هم لاعبين يخدموا من الجوال يمشيوا فوالا هذاك انا ما رويتش فما مسؤول في جمعيه تجي الدعوه للمنتخب ما خلوهوش والفيزا نتاعي وهو جيت ليكيب ناسيونال قلت لك هاي الفيزا ما زالت عندي في الباسبور عملوها لي وصي ومعناتها نورمالمون حركوا جاوني اخر نهار قالوا لي مش ماشي واضح باهي نكملوا معك الحوار يا مروان نبداو ايضا نواصلوا في الريبريك نتاعنا